كمان على ملف مهم جدا، تحضير للموسم اللي جاي. احنا بنتكلم كان عندنا شوية مشاكل وإصابات خاصة في مركز المساكين، فخلينا نراجع معاك كده كمان ازاي الفترة اللي جاية او الموسم اللي جاي عودة المعارين، لان في لعيبة كتيرة في أندية معارة وبتأدي بشكل كويس قوي. من وجهة نظرك مين ممكن يرجع السنة اللي جاية ويكون ليه دور في النادي الأهلي من الأسماء المعارة للأندية الأخرى؟ لا، في لعيبه كتير لفتت النظر وبامانه تستحق ان هي تاخد فرصه. يعني مساله ان انا اعمل نفسي ان انا مش شايفها، لا اسف، لا، ده الاهلي طول عمره بيعتمد على الدعم الرئيسيه، حتى لو كان في دلوقتي المساله اختلفت في البحث عن المميزين او اللاعبين الدوليين، كان دايما الاهلي مثلا لما يجي يختار لاعب رقم واحد يكون لاعب في منتخب مصر، لاعب دولي، لاعب دولي، شخصيه دوليه. أيوة، يعني مش هتنتظر انت تقعد تجرب وتديله الخبره، لا، بياخد وقت، يعني مش هياخد وقت معاك عشان يبقى جاهز. يعني النهارده مثلا سواريز طلع من برشلونه ركب الطياره تاني يوم لعب الماتش 6-1 هدفين وصنع هدف، ده كواليتي مختلف. يعني ده كواليتي. يعني عاوز اقول لك ايه، مش يعني ما تقوليش هجيب لاعب، عاوز تبطل ان انت تقول جيب لاعب وتقعده جنبك 6 شهور وتقول لي لسه بجربه وبشوف، ما انت جايبه ليه؟ الكلام يعني ده يعني الكلام ده بطل، المفروض خلاص الكلام ده. من ابرز اللعيبه اللي لفتت النظر تستحق ان فعلا تاخد فرصه في الاهلي والناس تسندها وتقف معاها، احمد ياسر ريان. يعني ايه، بص على ادائه مع المنتخب الاولمبي، اداء تصاعدي، وبص على ادائه في الدوري وفي الماتشات، اداء مميز. لا، الولد عنده. طب انا عايز اقول لك حاجه، ويمكن قلت لك قبل الهوا، احمد ياسر ريان انا كنت ماسك نادي الاتحاد السكندري اعتقد من 3 سنين او اكتر، وكنت طلبت اعاره فوز الحناوي واحمد ياسر ريان. وجي فعلا فوز الحناوي، ولد من قطاع الناشئين عندنا، يعني احمد ياسر ريان قالوا يعني اداره الاهلي قالت لا، ده احنا ده بيتمرن مع الفريق الاول وممكن جدا يشارك، فبالتالي مش هنقدر نجيبه اعاره. طب هو السؤال اللي مهم جدا انك في، وده سؤال يعني في فتره 3 سنين ممكن جدا كان احمد ياسر ريان وغيره، مثلا عندك عمار حمدي من الناس المميزه، عندك احمد اكرم توفيق عندك كمان خلي بالك ناصر ماهر من اللعيبه اللي بدات تخش بشكل كويس النهارده، جاب محتاج يعني برضو لما تجيك فرصه. احمد بيكم انت سبته او سبته بطريقه لدجله، يعني ومن اللعيبه اللي كانت مميزه، كويس انه يعني قدرت انك انت ترجعه. في محمد عبد المنعم اعتقد في سموحه، في محمود الجزاري اللي جه من كهرباء الاسماعيليه ماشي وبتشاف، بس ايه، ما ينفعش انك انت برضو لازم كنت تفكر وانت جبت مثلا ياسر ابراهيم وعارف انه رامي خد فتره كبيره جدا، جبت محمود متولي برضو، محمود يعني متولي، في يعني عاوز اقول لك ايه، في عدم توفيق، في سوء حظ، دي حاجات دي خارجه عن الاراده، يعني ما تقدرش تتحسبها. ممكن اللعيبه عندك يعني سبحان الله يعني اصاباته كتيره ودي مشكله. يعني محمود متولي ما لعبش مع الاهلي ماتشين 3 ورا بعض، دي يعني بدا السوبر ما كملش 12 دقيقه في السوبر، فعلا في عنده حظ جامدة، يعني حاجه دي حاجات قدريه، ايه لا دخل لك بيها. صحيح، بس كان يتوجب التفكير برضو من وجهه نظر انك انت تحتفظ بواحد اثنين من الشباب الموجودين معاك، يعني تبقى انت جاهز على الاقل لو انت اعرت دول او فكرت انك انت اعرتهم ومشيتهم، انت يبقى حاطط عينك على قطاع الناشئين وشايف 2 تاخدهم بتمرنهم معاك، ويبقى في الفتره اللي انت شايف حسمت فيها المسابقه كان يبقوا موجودين، يبداوا على طول بعد تاني ماتش بعد حسم المسابقه الناس دي تبقى موجوده معاك، تدي على الاقل واحد فيهم تجرب نص ساعه تلت ساعه ربع ساعه تبص عليه تشوف. لكن مساله انك دلوقتي في الموقف الصعب ده وانت داخل على بطوله افريقيا، وشوف رامي ادي خساره كبيره لرامي ربيع، وعندك ايمن اشرف مثلا في الماتش اللي جاي 3 انذارات، ومفيش غير ياسر ابراهيم، طيب هتضطر تجرب وسعد بره خالص بعد ربنا يرجعه بالسلامه.